التفت سنوات الانقسام حول أعناق وأرزاق هؤلاء، وقتلت حقهم في اعتمادهم كجنود رسميين في السلطة الفلسطينية بعدما عينتهم في العام 2005 خلال مرحلة التحضير للانتخابات التشريعية آنذاك. في 13/6 كنا موظفين، 14/6 يوم الحسم العسكري أو يوم اقتتال حركتي فتح وحماس أصبحنا لسنا موظفين، ولنا 14 عام ونحن نطالب من 13/6 لحتى اللحظة نطالب بحقوقنا كموظفين رسميين. من 2006 هذا هو تأمين صحة، ما ترى فيه من السلطة الفلسطينية كيف طلع لي أنا مش معترف فيها، هاي التأمين صحة، وعندي شهادات في الدار وعندي الدورات العسكرية ودوامت في الصراحة تشهد أني دوامت فيها. هي مغالطة قانونية. حلمي السويركي أحد المتضررين وموظف في جهاز المخابرات، لم تعترف به السلطة وقطعت راتبه أيضا لينتهي به الحال فقيرا يطلب الإغاثة. على أي أساس أنا مسجل موظف ولكن لن أتقاضى راتبي؟ على أي أساس؟ أنا واحد من الناس متزوج وعندي أمي بتغسل كلى وعندي أخ معاق وعندي أخت معاقة. إحنا ما خليناش أي مكان اللي رحنا له، ما خليناش أي مسؤول اللي حكينا له، ولكن إحنا مش قادرين. إحنا اليوم صرنا نشتغل بعشر شيكل في اليوم. أي مسؤول بيرضى يعطي ابنه مصروف عشر شيكل؟ أي مسؤول؟ يحتج اليوم المئات من موظفي تفريغات 2005 في أرض السرايا بغزة، وهو مكان يعود بذاكرة عشرات منهم يوم أن كان هنا مقراً يجمع عدداً من الأجهزة الأمنية وكانوا يعملون بداخله. يطالبون اليوم الحكومة الفلسطينية أن تتحول وعوداتها بحل ملفهم قبل الانتخابات ليقين واقع. نطالب الحكومة بتنفيذ قرار الأخ الرئيس باعتماد موظفي 2005 كجنود رسميين في السلطة الوطنية الفلسطينية كل حسب تاريخ أخذه، واستخراج تأمين صحي لهم ولعائلاتهم، ودفع المستحقات على الحكومة منذ 15 عاما. 8000 موظف ينتظرون اعتمادهم على قيود السلطة الفلسطينية وتعويضهم بكافة مستحقاتهم بعدما تعرض العديد منهم للمساومة لتعيينهم على قيود حديثة. 15 عاما مرت على هذه القضية وثلاث حكومات ولا بوادر لحلها، بعد تصريحات جديدة لقيادات فلسطينية تقول إن الملف سيحال للحكومة التي ستشكل بعد الانتخابات القادمة. نيفين سليم، الغد، غزة، فلسطين.